طبعا هو عبارة عن، بص، هنركب حاجة شبه الكاوتش كده ولا العوامة، وهنتعوم في نهر، هنطلع في حتة في أدغال تايلاند، احنا هنطلع من فوكيت خالص. بقى هنروح بقى ايه نعمل التيوبينج، بس قالوا لي مش هينفع يبقى معاك الموبايل في التيوبينج، فانا هحاول اصور. قلت لها انا يعني هي لمت الموبايلات كلها، فقلت لها خلي معايا بس الموبايل وهديهولك قبل ما ننزل التيوبينج على طول. تاني اخضر في اخضر. وخدونا في الغابه كده على العربيه ومعانا الخوذ دي، وقال لك هنروح فين؟ نروح التيوبينج. طبعا قصر من المنظر ده، اي يا نهار اسود. بس فجابونا هنا بقى عند النهر ده. Lean back. Yes. You have to do that. We need you are comfortable, relaxing, and balanceable. Sometimes if big man gets stuck on the rock, how to keep going? You have to shake the tool. يا جدعان احنا لسه طالعين من التيوبنج طازه، حاجه يعني واحده خيال علمي. التيوبنج دي ما ينفعش ما تتعملش. صباح الخير، فيديو جديد بقى. النهارده هنطلع تالت رحله في بوكيت. الرحله النهارده المكان اسمه كابونج. كابونج ده بره بوكيت خالص، يعني احنا الباص جه خدنا من باتونج، بقى لنا 3 ساعات في الطريق. جابونا كده غابه زي ما انتوا شايفين كده اسمها ايه، كابونج. طبعا الدنيا اخضر في اخضر والجو خيال، بس الطريق طويل شويه. هنعمل بقى تيوبنج بقى، وفي شلالات في النهر وفيل او بتاع، والجو ده هنصورها بقى ومع بعضينا ابلغكم بكل حاجه. رحله كابونج، يلا بينا. بصوا يا جماعه زي ما انتوا شايفين هو ده التيوبنج. احنا واحنا بنتفق على الرحلات، طبعا بيبي ايلاند وجيمس بوند دول اشهر رحلتين، يعني اللي اي حد عايز يطلع لازم يروحهم. فحبينا ان احنا نطلع رحله ثالثه، فقلنا لمكتب الرحلات يرشح لنا حاجه، فرشح لنا ايه؟ رحله التيوبنج دي. قال لك الاتوبيس هيجي ياخدكم من الاوتيل. طبعا هو عباره عن، بص، هنركب حاجه شبه الكاوتش كده ولا العوامه، وهنتعوم في نهر بقى. هنطلع في حته في ادغال تايلاند، احنا هنطلع من فوكيت خالص، يعني ساعتين ونص بالميكروباص من فوكيت. وعرض علينا بقى كذا باكج، ادي باكج ودي باكج تانيه، وفي باكج في الظهر اهي. احنا اتفقنا هناخد اكبر باكج اللي هنعمل كل حاجه، هننط في النهر اهو زي ما انتوا شايفين، وشلالات، مش عارف، هنحمل فيل، تيوبنج، مش عارف هتمشي على جسر ايه كده. يعني احنا خدنا الباكج كامله، يعني كامله. يعني هو حتى كمان كان قايل لنا عليها 2500، بس خلصناها 1500 في وسط الرحله. فمع بعضينا بقى النهارده هنصور كل حاجه. انا بحاول والله اختصر لكم في الفيديوهات شويه، بس المناظر الكتير اللي بنعدي عليها كلها جميله، فالواحد بيبقى مستحرم انه ما يصورهاش. بس عامه هحاول الم لكم الليله برضه. يلا مع بعضينا بقى هنروح بقى ايه نعمل التيوبينج. بس قالوا لي مش هينفع يبقى معاك الموبايل في التيوبينج، فانا هحاول اصور. قلت لها انا يعني هي لمت الموبايلات كلها، فقلت لها خلي معايا بس الموبايل وهديهولك قبل ما ننزل التيوبينج على طول. فانا معاكم لغايه اخر نقطه، عشان الصراحه مش عايز احرمكم من اي لقطه. يعني اللي بنشوفه ده هنا جميل جميل الصراحه، نهر في ادغال في شلالات. يلا مع بعضينا بقى. احنا يا جدعان كده ماشيين في الغابه. طبعا في كميه خضار فجاه كده. تاني اخضر في اخضر. هم خدونا كده من عند المكان اللي شربنا فيه البامبو، وخدونا في الغابة كده على العربية ومعانا الخوذ دي.
وقال لك هنروح فين؟ نروح التيوبينج. طبعا اصلا المنظر ده اي يا نهار اسود. ماشيين في غابه بقى زي ما انتوا شايفين. بص الدنيا عامله ازاي. بس فجابونا هنا بقى عند النهر ده. اهو الجروب بتاعنا اهو. وجابوا الخواز بقى. هنشوف بقى هنعمل ايه. For your comfortable, okay? You have to sit down in the middle. Two hands hang on with the rope. Open your leg a little bit and lean back. Yes, you have to do that. Breathe if you are comfortable, relaxing, and balanceable in here, okay? And anytime we go, water just like this. And a lot of rocks underwater. Anytime you two go over the rock, please lift your bum up and spread your legs. If you don't lift your bum up, free massage from the rock today. Yeah. And everyone, we have waterfall along the way you go. Not too big like that one we were, but smaller, but so many steps. Anytime your tube slide down the waterfall, please be back, lean back like this, spread your legs up, two hands hang on, don't try to lean over, if you lean over, flip, lean back here, sometimes your tube spin around for me. Like this, okay? How to lean back? Lean back here to the high thighs. Still hang on to the tube. Still open the leg. Yes. And sometimes if big man gets stuck on the rock, how to keep going? You have to shake the tube. Do this. Today, just 12 people here. Okay, we are the same group, one group. Anytime you see someone in front of you, they get stuck, and you would like to help him, please kick him, not on his head or his body. Kick his tube to push him out of the rock. Or maybe you can pull his rope to help him. After that, separate one by one. But if you try to help him, but he's still there, leave him. Our guy will come and help you. There are three guys, go together with you. نشوف القصة دي ونكمل. The last one, everyone. سلام عليكم. Thank you.
يا جدعان، احنا لسه طالعين من التيوبنج طازه. حاجة يعني وهم خيال فوق خيال. علمي، التيوبنج دي ما ينفعش ما تتعملش. ما ينفعش، ما حدش على الأقل مشوارها صعب جدا اه، وطول والطريق الطريق طويل طويل. بس جميلة، والشلال اللي وقفنا نطينا منه ده جميل جدا، والشاي اللي شربه لنا في البامبو ده حلو جدا، والتيوبنج بقى، التيوبنج خيال تاني، اه يعني خيال تاني ننصح خالص. اي حد ان هو لما يجي تايلاند ولما يجي بوكي او بيحجز الرحلات ان هو يحجز الرحلة ديت. رحلة التيوبنج ما تنسوهاش، ما تنسوهاش. احنا بقى هنخش ناكل لقمة بقى دلوقتي عشان احنا برضو ايه تعبنا، فهنخش ناكل اي حاجة كده ونكمل مع بعضينا بقى. بس كده يا جدعان، كده احنا خلصنا الرحلة بتاعت كابونج، عملنا تيوبنج وطلعنا في الشلال ونطينا وشربنا شاي ونسكافيه في البامبو والكوبري المتعلق والفيلة وحميناهم، والدنيا زي الفل. يعني الصراحة رحلة جميلة، يعني ما ينفعش ما تتفوتش، ولو جيت هنا بوكيت روح الرحلة دي أكيد وانصحكم بيها. ايه أكيد. رأيك يا مينا؟ لا جميلة جدا، ورحلة جميلة جدا رغم تعب المشوار الصبح، لأن إحنا ما كناش متفائلين يعني. إحنا بالظبط، هي مشكلتها المسافة الصراحة، يعني المسافة خدنا لنا حوالي، إحنا هي المفروض في العادي ساعتين، وعشان الدنيا كانت عمالة تمطر الصبح سيول وبتاع، فخدنا لنا 3 ساعات يعني. بس في الإجمالي لا، يوم يستاهل الزيارة ولازم تجوه، ويعني ما ينفعش تفوته. بالظبط كده. بس يا معلم، لو عجبك بقى الفيديو ايه، لايك وشير وسبسكرايب، عمالين اللي في لوك الدنيا اهو، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لايه، للي بيدور برضو على الناس الكلام اللي ده. بتتابعك تستاهل برضو ان انت اه طبعا تقدم لهم كل حبيبي، حاجة كويسة. ماشي، يلا نشوفكم في فيديو جديد، سلام.